الله الرحمن الرحيم. أخواني أخواتي أبناء الجنوب العربي الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا بعد أيام معتبرة سوف نستقبل يوم 7/7/7 يوم النكبة الجنوبية احتلال الجنوب العربي، ولكن هذا العام هناك تطورات كثر في أمين وعلم خاصة وباقي الجنوب عامة. واستمرار احتلال الوالد حسن أحمد معروف والتطورات في اليمن، هذا ما يميز حياة ذكرى النكبة الجنوبية هذا العام. وأحب من هنا أن أذكركم يا أبناء الجنوب العربي الحرام، هذا الواجب الوطني، هذا الواجب الجنوبي، إنه فرض عين على كل جنوبية وجنوبي قادر على إحيائه في الداخل والخارج. ومن هنا أشد على أيديكم وأقول لكم إننا في خط متقدم عن السابق، ولا نحتاج إلى إعلام يروج أو يوصل صوتنا، نحتاج الشعب الجنوبي ليؤكد للعالم بأنه في طريق استعادة دولته، شاء من شاء وأبى من أبى. لا أمسي أحدا بشيء، ولكن إن يوم 7/7 أخواني فلنحييه كل بطريقته وأسلوبه ولو كان رمزي. أخوكم سالم نمر.